سابقا في الأب الروحي. من قبل ما ابونا يموت وانا عارف ان سور القصر ده حوالينه كلاب مسعورة. الكلاب المسعورة دي اخدت منا قبل كده عمنا شريف، دلوقتي اخدت مننا ياسمين وفارس. انا مش عايزكم تخافوا، محدش هيقدر يقرب لكم. في واحد اسمه هاشم كلم محسن بيه وانا قاعد عنده في المكتب، ولما محسن بيه خد باله ان انا خدت بالي من الموبايل خرجني بالطريقه. يعني مصر كلها ما فيهاش غير هاشم الدهبي واحد. كنت عايز الفت نظر سعادتك ان عيله العطار تعيش انت. انا اللي خلقت الحدوته دي، وانا بس اللي اقدر اغير ابطالها. حسن ولد زين العطار مطلع السم ده من قطه. والله العظيم ما حصل. مروان انت ايه علاقتك بابن اخو زين العطار اللي اتاخد من المستشفى؟ لو عرفت انك انت ليك علاقه بالموضوع ده هزعل. يا يحيى عايز مين يا وحش؟ تبيني يا انا الكبير اللي في الحته دي بالصلاه على النبي. خدوه في شنطه العربيه. الحمد لله على سلامتك يا ياسمين، المهم انك كويس. شفت اياد؟ لا لسه ما شفتوش. هتتجوزها عبد الله يا عيشه؟ تحاسبيش المسجون اللي القاضي حكم عليه يا رجاله. عايزك لو نزلت العملية دي تفنجل عينيك وتخلي بالك من اللي حواليك قوي. أمال مين يا ريس اللي ياخد مكانك ويستقبل السلاح في المخزن؟ صالح خلي ده معاك، يمكن تحتاجه اليومين اللي جايين. احنا طالعين طلع بناء على تعليمات من محسن باشا عشان نمسك صفقة سلاح جاية من ليبيا. تخيل مين اللي هيستلم؟ مين؟ زكريا زين العطار. هات رجالة جداد كده على كيفك وتروح على القصر عشان فرحك على بنتي عيشة. الحكم على حسن لازم يكون قاسي. مش هحكم عليك بالموت، انا هحكم عليك بالرعب والخوف والغربة طول عمرك. انا حكمت على حسن بالطرد من الدار دي. يا عم سميح، حسن بريء. اللي صاحب الخاين يبقى خاين زيه، واللي يمشي وراه هنقفل الباب وراه، ودمه هيبقى حلال للي يشوفوا منيكم. يا عم خليك انت هنا يا امير، ما ينفعش نبقى احنا الاتنين بره. بلاش تعملوا اللي هو عاوزه. جلال مقفلها سليم، ورق اللعب كله في ايده. وماله؟ ده هيبقى أحلى لعب. أنا شخصياً ما عنديش ورق أخسره، إنما هو بقى على الأقل كل لف الدور هيخسر ورقة. يا سليم الموضوع ما فيهوش لفة تانية، اللعبة خلصانة خلصانة وبصبت خرسانة. حلوة يا رايب حلوة. وانت بقى جاي تنصحني ولا اشتغلت في جمعية خيرية؟ لا يا سليم، انا شغلت عيني وشفت بيها اللي انت مش قادر تشوفه. وانت هنا ياسمين وفارس اتخطفوا، وخطيب ياسمين في المستشفى، وعيال طلعوا لنا بيقولوا ان احنا ولاد زين، وهاشم بيلعب لعبة كده مش عجباني. عرفت الدنيا مطربقة قد ايه، وحيضيقوها عليك كمان. بتالي بهوقت قوي يا سليم، لو انت بره ما كانش اي حاجة من ده حصلت. لازم تطلع يا سليم، مش عشان مصلحتك انت وبس، لا عشان مصلحة العامة والشغل العالي اللي جاي. الزيارة انتهت. يعني ايه؟ يعني معاد الزيارة خلص يا سليم. قلناش الخطة امتى؟ خطة؟ يا ابني انت مش هتكبر على الكلام ده بقى ولا ايه؟ مفيش احسن من خطة اللي على بركة الله. الله الله على احساسك يا جو، على كلامك الجميل. تصدق عجبتني؟ ممكن بقى سيادتك تشرح لي ايه هي الخطة بالظبط؟ ما انت عارف المداهمة بشكل اساسي بتعتمد على المكان، مخارجه ومداخله، زي ايه عملية بنعملها. بس الفرق ان دول ولاد زين العطار، يعني مكافأة حلوة، ترقية لذيذة كده. يا ابني بقى يا ابني ارحمني بقى من الاحلام الدلدقة تحت رجليك دي، ارحمني بقى. احنا اهم حاجة نعمل شغلنا صح، نمسك الناس ديت، نمنع مثلا خسائر اقتصادية مادية اي حاجة بتحصل في البلد. ما انت عارف. الله عليك وعلى كلامك الكبير. عجبتك؟ طبعا. ربنا يخليك. المهم بس بعد الكلمتين الحلوين دول، بعد العملية هتعزمني على سندوتشات كبدة من عند الراجل الغريب اللي انت اكلتني من عنده ده؟ يا الانسان وطمعه،
بكره ان شاء الله يا حبيبي هعزمك على اللي انت عايزه، على اجدع سندوتشات كبده وبقيه في البلد. بس الكلام ده بقى اذا اللي هو محسن ما اداناش جيزه على التاخير. قول امين. امين. يلا بينا. سليمان من اخر دفعه رجاله من اللي اتخرجوا عندنا من الدار. راجل بصحيح، هو اللي ماسك الشباب، وابوك الله يرحمه هو اللي مربيه على ايديه. نورت بيت ابوك زين. البيت منور باهله. العملية دي مهمة وكبيرة، يعني مفيش أي مجال للغلط. بعد استلام الشحنة احنا هنتقسم لخطين، خط على العربيات اللي عليه السلاح دي هتطلع المخزن، حربي هيبقى مستني هناك. الخط التاني ده في عربيات الطوب اللي هركبها أنا وسليمان. لو اللي في دماغي صح يبقى العربيات اللي هتتسلم هي عربيات الطوب، هي اللي أنا فيها. عشان كده عربيات الطوب دي ما ينفعش يكون فيها أي سلاح غير سلاح شخصي ومرخص. هتخلي غزال ورجالته يأمنوا المخازن وياخد معاه شباب من بتوع الدار، باقي شباب الدار هيبقوا معايا أنا. الكلام اللي أنا بقوله لكم دلوقتي ده محدش يرغي فيه نهائي، اعتبروه أمر. لو اتسلمنا يبقى الكلام طلع من حد منا، وساعتها أنا مش هسيبه، أنا هحاسبه وهحاسبه زي أبويا. اتكلنا على الله. فك الكلبش يا ابني واطلع بره. ايه يا ايمن بيه؟ يعني كلبشات والزياره انتهت؟ هو في ايه بالظبط؟ في اللي كان مفروض يحصل من الاول يا سليم. انت مش متهم في قضيه سهله، المعامله الحنينه ما كانتش تنفع من الاول، وانت عارف كويس ان الوزاره شد علينا اليومين دول عايزين الدنيا ترجع ممسوكه صح زي زمان. وانا مش على استعداد ان اي حد من التفتيش يعدي يلاقي ان متهم عندي بيتعامل معامله مميزه عن باقي المتهمين. وبناء عليه هيتم نقلك للحجز مع باقي المتهمين. انا مش على استعداد ان انا اضر شغلي عشان خاطر اي حد ايا كان مين هو. عاش، احييك والله يا ايمن بيه. قوم يا زكريا. خير يا امي. انا الاوان تنفذ وصيه ابوك. النهاردة بقيت كبير العطارين. أبوك الله يرحمه كان بيحضر اللحظة دي من يوم أنت ما اتولدت. عارف يا زكريا، كتير كنت بظبطه قاعد بيتكلم معاك وأنت طفل صغير مش فاهم أي حاجة، بس الغريبة إنك كنت بتبقى قاعد ساكت ولا بتتشاقى ولا بتلعب وباصص لوانك مفتحة على الآخر كأنك فاهم بيقول لك إيه وبتسمع وبتحفظ كل كلمة بيقولها لك. كان دايماً يقول لي أنا خايف على زكريا من الهم اللي حسبه له،
بس أنا كنت بطمنه، بقول له ما تقلقش زين خلف راجل، ودلوقتي جه اليوم اللي تثبت له فيه إن كلامي كان صح. كان عنده حق، الحمل شديد قوي عليا يا أمي. وانت قدها، أنا متأكدة إنك هتكبر اسم العطارين أكتر ما هو كبير، وهتقدر تلم العيلة حواليك وتملي البيت ده عيال وأحفاد. هنا في الأوضة دي كل الأوراق والمستندات اللي ليها علاقة بشغل أبوك وبالميراث وبكل كبيرة وصغيرة تخص عيلة العطارين. أبوك كان بيحب يكتب كل حاجة. إن شاء الله لما ترجع بالسلامة عايزك تقرأ كل ورقة هنا وتفهم كل حرف فيها، تعرف اللي لينا واللي علينا. من الأوضة دي هتبقى كبير العطارين زي أبوك بالظبط. مفيش حد زي أبويا يا أمي. تعيلي. ربنا يحفظك لي. ربنا يحفظك لي. مالك يا حبيبي؟ زمان وانا صغير لما كنت اعمل مصايب واقع في مشاكل كنت عارف ان انا لما اجري على حضن ابويا هيحلها لي. دلوقتي مفيش ابويا، مفيش غير انا، وانا اللي لازم احل المشاكل لكل الناس، مفيش حد تاني. هتتحل ان شاء الله. لازم تتحل. عيلة زين العطار لازم ترجع كلها ايد واحدة وملمومة كلها تحت سقف بيت واحد، ما يحتاجوش لحد وما يعوزوش حاجة من حد، وتبقى حياتهم في امان. الشغل لازم يرجع احسن من الاول. اسم عيلة العطارين لازم يفضل فوق. دي الأمانة اللي أبويا أمنها وحطها في رقبتي لما قال لي أنت الكبير، لأن ده الكبير. أنت قدها، أنا عارفك أكتر من نفسك. في يا بهي مالك؟ ما تنشف كده. أكيد يعني سميح مش هيسيبني طول الوقت بره. أكيد هرجع، يعني هروح فين؟ انا رحت طلبت منه يخليك، بس هو قال ان انت مش هتيجي هنا تاني. اللي هو نصيب يا بهاي، صدقني اللي هو نصيب، ومحدش عارف بكره في ايه. واكيد ان شاء الله هنتقابل، وحتى لو ما اتقابلناش تاني انا عارف ان انتوا هتفضلوا فاكريني بالخير، صح ولا ايه؟ صح. عايزك تتمجد وتبقى راجل من رجالة زين العطار. الدار دي داركم يا ولاد زين العطار، خلي بالكم منها. لو جيت لحق يا حسن الدار دي بتاعتك انت، وما ينفعش تخرج منها. لا يا امير، الدار بتاعتنا كلنا، وانت اولنا. الله يرحمه عم سلامة عاش عمره كله هنا لحد ما مات. طب يا صاحبي ما تسيبنا نخرج معاك. ما ينفعش يا امير، ما ينفعش يبقى احنا الاتنين بره. هنسيب له الدار ولا نسيبها لعمار؟ وبعدين مين اللي هيخلي باله من الولاد ومن عبيده ومن عزيز؟ خلي بالك من الولاد ومن الدار يا امير. ان شاء الله اشوفكم على خير.
انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ بلاش بصت ان احنا اخر مره هنتقابل دي. يا رب ان شاء الله اشوفكم على خير. ياسمين الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك انت يا حبيبي. انا عايزاك ترتاح، ما تتعبش نفسك خالص. انا بقيت زي الفل لما شفتك حبيبي. كنت هموت من القلق عليكي. لا ما تقلقش، بس انا عايزاك بقى تبقى كويس وتخرج من هنا بسرعه ان شاء الله. ياسمين خلي بالك من نفسك، ما تمشيش تاني من غير حراسه. ما تقلقش عليا، زكريا زود لي البادي جارد. ياد انا اسفه بجد، انا اسفه ان انا كنت السبب في كل حاجه، معلش. وبعدين بقى ياسمين، هو يعني كنت انت اللي عملت كده؟ انا كنت هزعل قوي لو مت من غير ما نتجوز. بعد الشر عليك، ربنا يخليك لي. الله الله الحمد لله على السلامة. تيجي انا فكرتهم ودوك ورا الشمس يا صاحبي، ده احنا كنا نجيب ميكروباص ولم الرجاله كلها وروح نجيبك في وسط الليل. ما تهدى على نفسك كده يا هراس، مالك فيك ايه؟ الواد كومك تكويمه مش هي يا صاحبي. يا جدع بس ما تقولش كومني، هي كل اللي فيها انه غفلني بس. وبعدين كنتوا فين قوي يا رجاله؟ خد بس ولع السيجاره ديت وظبط دماغك يا صاحبي. ما انت عارف يا صاحبي ده جيش بحاله. ولع يا صاحبي وظبط دماغك. بقول لك ايه؟ الغلط اللي اتعمل معايا ده ما اتعملش معايا لوحدي، اتعمل معايا ومعاكم مع الحاره تمم. يعني لو ما خدناش حقنا هنبقى هفقات احنا ومنطقتنا وفي كل المناطق اللي حوالينا. وانت الصحه بالصحه يا صاحبي. معاك يا تيكا. امين يعني؟ امين يا صاحبي، بس بقول لك ايه؟ مش هتسلم المره ديت زي المره الاولانيه يا صاحبي. انا عندي نحله هندورها عليهم في السريع كده وننفذها وقتي، عشان لما يقولوا انهم حطوا علينا يبقى احنا خدنا حقنا وفي ساعتها وعلى السخان. انا معاك يا صاحبي. وانا معاك يا تيكا. اللهم صل على النبي. حضني بقى كده عشان اللي صحبه الحلوه دي. اقسم بالله اغلى شويه ورد في المحل. ورد؟ ده بمناسبه ايه بقى؟ غير مناسبه. انا وانا جاي قلت لازم اجيب لك حاجه، وانا طول عمري اعرف ان البنات بتموت في الورد والدباديب، بس انا الصراحه ماليش في الدباديب، قلت اجيب لك شويه ورد. شويه ورد؟ هو انا زي البنات برضو يا يحيى، انا ما بحبش ورد خالص. بعدين الكارت ده مكتوب عليه هابي فالنتاين، الفالنتاين لسه بدري عليه. طيب بتاع اللي انت بتقول عليه ده مش عيد الحب؟ خلاص يعني الحب ملوش معاد، المفروض الناس تحب بعضها طول الوقت. عموما شكرا، انا من زمان محدش جاب لي ورد. اقسم بالله لو حد شافني بالورد ده في الشارع كنت هتزف. تتزف؟ عموما لو كان عجبك انا اجيب لك منه كل يوم عادي. تشرب ايه؟ آيس تي. تشرب ايه؟ انا عايز شويه شاي 50. طب بص هات لي زيها قشطه. خلاص اوكي ماشي تمام. انت عارف انا طلبت ايه؟ مش مهم، انا بثق فيكي واكيد يعني انت مش هتطلبي حاجه وحشه. طمني بقى عليك، اخبارك واخبار الشغل؟ لا فكك من الشغل بقى، ما تخلينا نتكلم عليكي شويه. عليا؟ عاوز تعرف ايه؟ كل حاجه، حياتك، صحابك، حد متكلم عليكي، انت راغي على حد؟ راغي على حد؟ مش فاهمه يعني عايز تعرف ايه؟ كل حاجه. انا ما اعرفش عنك حاجه لسه اصلا. عادي اسالي في اللي انت عايزاه، انا ما عنديش حاجه اخبيها. عشان شويه الورد الحلوين دول. تحب نبتدي منين؟ لا من قريب، انا عندي شغل بالليل، انا جاي اقعد معاك شويه بس قبل ما اروح الشغل، مين عارف هنشوف بعض تاني ولا لا. عبدالله اتجوز من غير ما يقول لأخوه يابا. ولأبوه كمان يا ابني. أخوك خلاص عياره فلت. وزينب أختي عصيته عليا. مبقاش ابني خلاص. ولا الدم اللي جواه ده من دم العطارين أبدا أبدا. هو إيه اللي بيحصل يابا؟ أخوك خلاص الشيطان زين له إنه هو الكبير. جه اليوم اللي يوقف فيه قصاد ابن عمه. يا ريتني مت ما شفتش اليوم ده. بعد الشر عنك يابا، بس العيلة كده بتوجع واحنا لازم نتصرف.
هلا وجعت يوم زين وجع في الدار. خلاص العمود الكبير وجع في الدار بوجع زين. وانت ملحقتوش ليه يابا؟ ملحقتوش ليه؟ مش قادر يا ابني، مش قادر. رجلي مكربشه في الارض، مش سعفاني في حاجه. والدار مش عايزه حكم غشيم. اخوك يا ابني ماشي وشايل قربه مليانه نار، هتحرقه هو وكل اللي حواليه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ديكا اطلع. اخبار ابو الفوارس ايه النهارده؟ مالك يا فوفو؟ شكلك تعبان يا حبيبي. معلش معلش معلش، مش قلت لك يا ابني سيبني ارسم لك الابتسامه؟ عموما ملحوقه، انا برضه ما يخلصنيش. قول لي يا فارس، لعبت بلياردو قبل كده؟ السؤال الغبي ده، ما اكيد كلنا لعبنا بلياردو قبل كده. امال كنا بنضيع فلوسنا في ايه؟ الحمد لله بقى اخترع حاجه جديده في البلياردو واسمها السلاكه. ما تيجي نشوف. مروان، ده اللي اتفقنا عليه طول عمرك غبي ما بتسمعش الكلام يا بابا. بلا بابا بلا زد، ده لازم تخلص من المصيبة دي، فاهم؟ انت بتبوظ لي كل حاجة انا بعملها. الموضوع ده لازم يتحل وفورا، فاهم؟ تعالي هنا. انت عايز مني ايه؟ انا اللي عمله في اخوك ده مش ببلاش، وانا هحاسبه فيك انت. هو كسر عيني قدام الحته، بس انا هكسر عيني قدام الدنيا كلها. عايز ايه يا عر؟ لا انا سمعت صوت بس هتيجي. لا يا حبيبي مفيش اصوات، وانطر من هنا. انطر يا بقول لك ايه يا عاشر؟ ما لقيتيش اغمق من جديد تلبسيه؟ يا ريت والله يا عبد الله، ما كنتش هتردد. جرى يا بت؟ رجع على جوزك عدل. والله عال، ما عادش حد مالي عينك، لا هو ولا انا كمان يا بت عبجاده. سيبيها يا عمتي، دي مهما كان برضك مرت الكبير. نخلص اللي احنا فيه دي باذن الله ويحلها ربنا. على فكرة يا يوسف، القوات الملصقين معاهم بدأوا يتحركوا معانا على نفس الخط. تمام. ألو. إيه يا ست كل؟ معلش. مقصر معاكي بس والله مسحول في الشغل. هاجيلك بكرة وعد. ادعيلي بس النهاردة أوي. وادعي لأكرم كمان. صاحبنا برضو. والله عايزينك ملوخية. ماشي يا أمي. حاضر. لا إله إلا الله. يا ده الحنية دي، ده أنت طلعت رومانسي.
نتعلم منك يا ماكرو. اللي احنا فيه ده ما الواحد ما يعرفش هيرجع تاني ولا لا. ربنا يستر. بدأنا بقى في الجو الدرامي. بقول لك ايه، انا مش طالباك، ممكن تركز كده النهارده؟ ممكن؟ خير خير. ها؟ ربنا يحميك يا حبيبي. ربنا يستر. على فكره قدامهم 16 دقيقة ويوصلوا المكان ده. بص 16 دقيقة؟ يعني مش 17 ولا 18؟ هي التكنولوجيا دي بقى هي اللي هتودي هيبة الدخلية في داهية. أهو ظروف في أهلك ده اللي هيودينا كلنا في داهية. أبوس رجلك ركز النهاردة. ممكن؟ أنا لسه ما اتجوزتش. حاضر. يقول لك الدنيا التكنولوجيا. وشك كله من وش أبويا زين. فيك منه كتير. العقل الميزان وروح الرجولة والقلب الطيب وإيدك الشديدة في الحق عهد عليا في ديك بروح الآخر نفس فيا. شكر سليمان ده كتير. مفيش حاجة تكتر عليك، ده ابن زين العطار يعني أخويا. الله يرحمه. الله يرحمه ويبث روحه فيك. عارف يا أخويا، أبويا لما مات أبويا زين خير أمي قبل أنا وإخواتي نروح الدار أو أنه يصرف علينا شهرين، واخترنا نروح الدار. إحنا لينا في زين العطار زيك بالظبط ويمكن أكتر كمان. أبوك ليه جمايل كتيرة قوي في رقبتنا، ونفسي يجي اليوم اللي رد فيه جميل واحد من جمايله علينا. إيه يا إتش، أنت بردان ولا إيه؟ لا أصلي الشتا شكله قرب. اقعدي اقعدي يا ريام اقعدي. بتعمل ايه؟ قاعد بلعب. خلاص بقيت بتحب تلعب مع نفسك ولا بتهرب لحسن خايف اكسبك زي زمان؟ الدور ده اصله صعب عليك يا ريام. حاسب على كلامك يا اتش، وبعدين الجيم ده باين عليه سهل وخلصان. يعني هو بقى سهل وخلصان بس بعد ما اتعمل وراه شغل كتير قوي. شوف يا ريهام، الشطرنج ابيض واسود، حتت كبيره ملهاش اي لازمه غير انها بتحمي الملك. مش مهم تخسر قد ايه، ومش مهم تاخد وقت قد ايه، المهم ان انت تاكل ملك الخصم قبل ما ملك الخصم ياكلك. اهم حاجه تضرب تحصينات الخصم، ما تخليش اي حمايه في ظهره. بعد كده خليه ياخد خطوته وخليه يفهم انه ممكن يكسب. العربيات وصلت. انت في عربية ولا في عربية؟ يلا يا ابني بسرعه، انت هو الحمد لله على سلامتك يا ابن العطارين. كنت متاكد انك جاي. بعدها تحرك له قطعه ما كانش يتخيل انك ممكن تحركها له دلوقتي.
اسف. وقف عندك يا زكريا. زكريا انتوا بقى اللي انا بقى شفت السلاح فين؟ انا معيش غير سلاحي الشخصي اهو، وده مرخص، والسلاح اللي مع الرجاله وبرضه مرخص، مترخص من الداخليه من ظباط زيك بالظبط يا باشا. قولوا لي ايه اللي انتوا محتاجينه بالظبط عشان اساعدكم؟ بقول لك يا زكريا، السلاح هيتجاب هيتجاب، بس ساعتها تدور على اللي يساعدك مش هتلاقي. بس ده مش كفايه، لازم تستغل ان في قطع عندك بتعرف تنط، تحركها فجأة تربك الخصم. ولازم قبلها تشيل أهم قطعة قبل الملك، الوزير. دلوقتي خصمك شبه وقع وخسر قطع كتير، بس ما خسرش الدور عشان لسه معاه الملك. أهم حاجة إنك تحسس الخصم بإنك أغبى منه، وإنه هو أقوى منك، وإن كل القطع اللي إنت كسبتها كانت مجرد صدفة. ساعتها هيتحرك ويغلط أكبر غلطة وياكل أول حاجة يلاقيها في وشه. بس الحقيقة هي قطعة ملهاش لازمة، مجرد عسكري انت مضحي بيه. قفل يا ابني المداخل والمخارج. Thank you.
عشان يبقى في الآخر كش ملك.